مستفيد من رخصة سيد الطونة الحمراء في سنة 2018. الحمد لله اليوم رانا جاهزين، يعني السفينة هذه راهي جاهزة 100% للإبحار إن شاء الله. ويعني هذه السفينة خدمت على مستوى مؤسسة جزائرية وبسواعد جزائرية، شباب جزائريين، ويعني الحمد لله كان الشرف احنا خدمنا فيها السفينة فساهمنا في البناء تاعها. واليوم الحمد لله رانا جاهزين وراني رئيس الطاقم تاعها اللي نزاول بها النشاط تاعي مع الزملاء في اعالي البحار. هذه سفينة الطون تخدم في اعالي البحار، متوجهة الى مالطا، وين تما كاينين اللي باش مالطا ونقعدوا تما بلاك ام ان شاء الله. هذه كاول تجربه سفينه جزائريه صنع 100% جزائريه. هذا الشونتي هذا تاع زموري. هذه الحموله تاعها 305 طونو، حموله كبيره ترفد 70000 لتر تاع غازوال و 30000 لتر تاع الماء واللي كيباج ترفد لك حتى ل 16 واحد، وان بليس كاين كونترولور كاين انسبكتور. طول تاعها 35 متر وعندها العرض 850، دونك يعني نجم نقول لك باللي السفينه صدير كبيره يعني في الحجم تاعها، ويعني 35 متر ونجم نقول يعني كافيه لصيد الطونه. كانت الكوطة تاعنا في 1065 طن، يعني بقات حابسه من 2017 ولا قبل، وبون جات الظروف تاع كورونا وكاع، وان شاء الله نتمنوا يزيدوا لنا في الكوطه باسكو من العام الجاي صنع عندنا 29 باخره اللي رايح راح تشارك، والعام الجاي تكون 35 ان شاء الله يزيدوا لنا في الكوطه. ونشكروا للسلطات اللي وقفوا معنا، يعني سورتو وزاره الصيد البحري والمسؤولين تاع يعني مدير الولائي تاع بومرداش اللي الولائي تاعنا، يعني نشكروه يعني صراحه وقف معنا ليل ونهار. دروك ان شاء الله بالك ما يولوش الناس يجيبوا دي باطو دي طوني دي باطو من ليترونجي، كاين هنا وين يصنع وتنقام له بالك لا مواتي ولا موان دو لا مواتي تاع القيمه تاع السفينه. نتمنى ان شاء الله تزيد تتطور المؤسسات هذه تاع بناء سفن صيد بحري، وكاين بزاف المؤسسات، يعني اللي كان رئيس الجمهوريه هو اللي جا عطى أوامر باش يدعموهم، والحمد لله كانت استجابة في وزارة الصيد البحري، في مديرية الصيد، متابعة مديريات الغرفة، يعني كانت متابعة على كاع المؤسسات تاع تجهيز السفن وصناعة السفن، وراه في تطور كبير إن شاء الله نتمنى تزيد التطور هذا.